اما هلا سلمى وصلنا لمحطتنا الختاميه والعالم الجمال هو العالم يمكن الاهم لكل صبيه عم تشاهدنا او تشوفنا. كل صبيه بتحب تحصل على اطلاله مميزه، دائما بتهتم بجمالها، والميك اب هو جزء اساسي من هي الاطلاله، ودائما الصبايا بحبوا يواكبوا الموضه. بتشوفي في اختلاف، يعني سنوات بنلاقي الميك اب القوي اللاينر العريضه، فجاه بتلاقي لا الميك اب اللي جدا خفيف. العرايس اليوم عم تلاقيهم في فرق واختلاف كثير كبير بهي الموضه. صحيح نور، ويمكن كمان بعض الصبايا بتتبع خطوات لحتى تحصل على هي الاطلاله ضمن البيت، ولكن هي الخطوات بدل ما تعطي المفعول اللي هي بدها اياه او اللي بتحبه بتعطي مفعول عكسي للاسف، لانه ما بتعملها بالطريقه الصحيحه. صحيح بنشوف هلا كمان على الانترنت كثير فيديوهات لتعليم وضع الميك اب، ولكن بعضها بحاجه دائما لخبير. مو بالسهل، ممكن انتقاء حتى نوعيه الادوات اللي عم نستخدمها بيفرق كثير بالنتيجه. لنحكي اليوم على كل هالتفاصيل وبعض الخطوات الصحيحه، بصيرنا يكون معنا باستوديو صباحنا غير خبيره الميك اب رولا نصيف. صباح الخير رولا. صباح النور، هلا. يسعد صباحك. صباح الخير لكم وللصبايا والستات اللي موجودين معنا وعم يحضرونا. يسعد صباحك. قبل ما نحكي عن كيف وضع الميك اب والنقاط الاساسيه والاخطاء الشائعه، خلينا نحكي عن صيحات الموضه للميك اب للشتاء. مع كل شتاء دائما في اختلاف بالالوان. عم نشوف كيف كانت سابقا الالوان الغامقه الترابيه، اليوم عم نشوف في دمج بهي الالوان، في الوان مثل الزهر، البينك، البربل، بس باخف درجاته. خلينا نحكي عن هي الصيحات لهي الشتاء. مثل ما قلتي حضرتك، من زمان كان دارج كثير السموكي واللاينر العريض والشيء القوي، هلا بنعتمد على المكياج الخفيف الرايق الالوان، بس كمان مع الجليتر. يعني هلا الجلوي، المكياج الجلوي الضاوي الجليتر، عرفتي؟ ايه، فينا نتنوع نحن بالجليتر كمان، نحطه الوان زيتي زهر بالاضافه لللايتر. يعني هلا المكياج الضاوي هو الموضه والناعم. طبعا بنشوف من الصيفيه الماضيه او اخر الشتويه لهي السنه اللي هو عم يكون في كثير لعب باللاينر نفسه، ان كان باللون ان كان بطريقه الرسم. يعني الدبل لاينر صرنا عم نشوفه كثير موجود باشكال متعدده، او حتى اللاينر الابيض، لاينر الزهر، صرنا عم نشوفه اكثر من اللاينر الاسود. شو ابرز شيء بلش ولساته مستمر معنا هالسنه؟ يعني هلا اكثر شيء هو اللاينر المسحوب شوي بالزاويه، يعني هاد فيك تعتمديه ميك اب فول ميك اب مع رموش بيطلع كثير حلو. مع شويه ظل صغير وجلتر، يعني فينا نستغني عن الشادو بهذا اللاينر. طيب خلينا نحكي معك لكل الصبايا اللي عم يشوفونا ويتابعونا والسيدات، الاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها اليوم الصبيه لوضع الميك اب. اليوم كلياتنا يمكن عم نحاول نحن نحط الميك اب لحالنا، واليوتيوب او الوسائل التواصل الاجتماعي هي بتساعد شوي، بس في اخطاء شائعه اليوم الصبيه ممكن ترتكبها، وهي لمسات بسيطه ممكن انا اعدل بالميك اب بيصير بطريقه اجمل وابسط. تمام. هلا كثير صبايا بيجي بيقولوا لي انه انا كثير يعني بضل حط فوند بحط فوند ما بيبين. هذا غلط. اول شيء لازم تكون بشرتك كثير نظيفه، ثاني شيء لازم تحطي المرطب المناسب لبشرتك، يعني ان كانت دهنيه بدك تختاريه من دون زيت، وان كانت جافه بالعكس. ثاني شيء بتحطي البرايمر، هو كثير مهم. البرايمر هو بيسكر لك المسامات وبيوحد لك لون البشره وبيخفف هدول التجاعيد الصغيره بتطلع حوالين العين حوالين التم. هذا كثير ضروري قبل الفوند، هذا كمان بثبت لك الفوند كل النهار. يعني من دون برايمر بتلاقي انه عم تحطي وما عم يبين، حتى ما بيندمج. ثاني شيء الخطا هو طريقه الدمج، يعني بتجي البنت بتمسح الفوند مثلا مسح، لا الفوند بنحط بطريقه طبطبه. هذا الشيء بثبت لك اياه على الوش وبيضاين اكثر. في كثير اخطاء، يعني اذا بدنا اليوم نشوف الكونتورينج للوجه، الكونتورينج كثير بتلاقي الناس عم تلعب عليه. تمام. هلا الكونتورينج الخطا الواحد عن جد الوحيد بحسه انه كل البنات بتتبعه، انه بيحضروا يوتيوب بيطبقوا هذا الكونتورينج. عرفتي؟ هلا كل وش له الكونتورينج الخاص فيه، يعني في وش صغير، في وش كبير، في وش مربع مثلث، هذا كله بدك انت مثلا تعرفي انت الطريقه اللي بالبق له. مزبوط. طيب رولا خلينا نحكي اليوم، قلتي انه في بعض التفاصيل لازم ننتبه عليها اليوم كمان بالانواع. يعني انا لما بدي اروح اختار، في صبايا بتحتار انه في شيء بيقول لك مثلا الفون فيه شيء ماده زيتيه، في فون لا مثلا في فون سينمائي، في صبايا بتقول ايه بدي اجيب منه استخدمه مع انه هو يمكن بيعطي طبقه كتيمه اكثر واقسى على البشره.
في فون رقيق، يعني بتقلك حطيت ما شفت انه مثلا عيوب البشره تخبت، خصوصا للصبايا اللي عندها نمش او غير هيك، فكيف بتنصحي تختار الشيء الاساس المناسب لبشرتها؟ هلا طبعا كمان نحن اذا بدنا نطلع الصبح يعني بدها تجيب بده يكون عندها عده فوندات، يعني شيء لصباحي شيء مسائي، اكيد الصباحي غير المسائي. يعني الفوند الرقيق فيك تطلعي فيه الصبح، يعني هو بس لتوحيد لون البشره، عرفتي؟ يعني ما فيك تطلعي انه تحت عينك سواد حوالين تمك او شيء. اما الفوند اللي بدها تختاره يعني المساء لازم يكون شوي ثقيل، كثيف، يعني سميك، مشان انه يكون اطلاله سهره ويغطي. وقتها بتقدر تعمل يعني كونتورينج عليه وكل شيء يعني بيندمج وهيك. وطبعا يعني لازم تنقي انه ماركه تكون ظريفه. طب خلينا نحكي عن لون الفونديشن اليوم. بنشوف احيانا صبيه بس لما تلاقيها حاطه ابيض كثير او غامق كثير بتغيظني، عرفتي؟ يعني مختلف الدرجات ما لها علاقه. عندي زباين انه بيجي بيقولوا لي انا بدي بشرتي تطلع فاتحه. لا، انت بدك تختاري لون الفوند من لون بشرتك او اغمق بدرجه او درجه. لازم اغمق بدرجه طبعا او لون بشرتك، لانه اذا اجيتي وحطيتي طبقتي هلا انت لحالك عم تمكيجي، اي صبيه مثلا اجت بدها تطبق لون فاتح رح يطلع على ازرق او رمادي، عرفتي؟ صح. طيب رولا، كمان في نقطه انه شو بنبلش شيء قبل شيء، يعني مثلا في صبايا بتحط الكونسيلر بعد الفون وفي ناس لا قبل، انه الافضل؟ في صبايا مثلا بتمشط الحواجب هلا ترسمون قبل ما تحط الفون، في صبايا بعد، انه بتفضلي؟ ايه هلا انا يعني انا طريقتي انا لا بمشط الحواجب قبل، لانه في شيء اسمه واكس الحواجب اللي هي الصابونه، لازم تشتغليها على نظافه. يعني بتحطي الصابونه بعدين بتحطي الفوند، انا باسس كل شيء وبنحط تحت العين وكل شيء وبعمل بعدين ترسمي الهي وبعدين برسم العين على النظافه. بس انت اهم شيء انه تكتري اللوس باودر تحت عينك كرمال انه بس تخلصي مكياج تنفضيهم ويكون كل شيء نظيف. طيب خلينا نحكي عن موضه الحواجب اليوم كمان. الميك اب اساسي برسمه العين هي الحواجب. طبعا نشوف سابقا الحواجب الرفيعه جدا، اليوم عم نشوف العريضه جدا. بس في وجوه ما بتلبق لها، يعني مش كل الناس درجات العرض عم تكون احيانا مش لابقه كثير اوفر، تحسي هيك فج هيدا الوجه. هاي نقطه كثير مهمه، خلينا نعطي للصبايا بعض الملاحظات عليها. مش اي حواجب عريضه انه ممكن أو تلبق، او انا شفت فنانه او فنانه بتعمل نفس الشيء، انه نحن عم نشوف شيء لازم نطبقه علينا شو ما كان. يعني في صبايا عيونهم صغيره تلبق لهم رسمه الحواجب اللي فيها شعر، بس كمان بحدود. يعني نحن بنقيس العين وبنرسم الحاجب حسب حدود العين. ايه في صبايا انه بيلبق لون عريض، يعني بتقلي مثلا ليش رفيقتي هيك اعراض كثير، انا بدي مثل بقلها لا انت ما بيلبق لك مثلا هيك، انت عينك صغيره وشك ناعم بتحسي الحاجب اكبر من العين. وهلا موضه الشعر بالحواجب كمان كثير، يعني هلا كمان عم يعملوا زرع مشان انه يكون في كثافه. من زمان كان في انه كانوا يشيلوا الحواجب كلياتها ويرسموها، صحيح؟ ايه كنا نندم على هاي الخطوه اللي نعملها من زمان. طيب خلينا نحكي كمان رولا اليوم موضوع الرموش. الرموش يمكن هي اللمسه الاخيره بالميك اب واللي بتفرق احلى شيء. احلى شيء في بنات مثلا بحطوا دائما بيعتمدوا على الرمش الاصطناعي، قليل لا يعتمدوا على رموشهم العاديه، او بتقلك انا ما بعرف احط ماسكارا منيح فانا بحط رموش. شو بتنصحي بهذا الموضوع؟ هلا انا عن جد بنصحهم انه لا يحطوا رموش دائما، لانه بس يقوموا يتمكيجوا وبدهم يحطوا ما راح يبين. عرفتي؟ لا انتوا يعني اعتمدوا على الماسكارا، في مقويات للرموش انا بستعملها. طب بنشوف الموضه هلا اكستنشن للرموش الدائمه، احيانا عم تكون فجه، يعني بتحسي الصبيح هاي الصباح هي رموش، في رموش واصله لعند الحواجب. على فكره انا بحبها وحلوه، بس عن جد لبعدين ما انا منيحه. يعني بتحسي الرمش بصير بيقلب، عرفتي؟ بيطول بيقلب، يعني قد ما كانت حلوه رايقه مش تطير طويله. ايه؟ المقبوله هلا ممكن انه تحطيها بشكل مقبول طبيعي. يعني ممكن تسحبي العين، ممكن انت تصححي غلط عين مثلا عين نازله، صححيها برموش من صحيح. الاخر تسحبيها بكام رمش، بس مو انك تجي تكتري اوفر يعني. طيب كمان خلينا نحكي رولا عن شغله كثير مهمه اليوم، اللي هي الرسم كمان الشفايف. كثير صبايا مثلا ما بتحب تعمل عمليات تجميل اذا عندها شفايف صغار او شيء، ف
فبتكبر، شو الطريقة الأفضل؟ هلأ الطريقة الصحيحة اللي هي أنه أول شيء تستعملي كونتور كتير غامق، يعني بدك تكبري ما تكبري بالفاتح، بدك تكبري بالغامق وبعدين بعدين بتفتحي، مو بتفتحي، فوق منه بدك ترسمي بالفاتح. أما إذا جيتي وعملتي لون الحمرة كله يعني مثل بعضه بده يطلع يعني هذا المنظر اللي بيطلع، عرفتي، لحاله الخط لحاله، لا انت بتعملي كونتورينج للشفاف. في عنا طريقه كمان احنا بالصالون عنا عم نعمل تاتو شفايف، كمان عم يطلع كثير حلو تعبايه، بيطلع كثير طبيعي ومنكبر ما بيفتح لونه بعد فتره، هلا بيضل سنه بس بيضل ملون يعني بيعطي على بيفتح بعدين بيعطي على بيعطي حجم فادح. اضافي بس بيعطي حجم للشفه. هدول الصبايا اللي ما بيعرفوا يرسموا الكونتورينج، يعني ما بيعرفوا يعملوا الكونتورينج للشفاف. طب خلينا نحكي عن فرق الالوان، يعني نشوف صبايا بيعملوا مثلا الميك اب تبعهم اطلالتهم في فرق بين لون الوجه والرقبه، يعني هي بنشوفها بطريقه كثير كبيره. هي اكثر شيء بتشوفيها بالصيف. يعني الصبايا بحبوا كثير يعملوا برونزاج مثلا، ما بيلقط على جسمهم فبيجوا بغمقوا وشهم كثير. لا خلي فوندك، هلا حكينا انه خلي فوندك من لون بشرتك او اغمق درجه، فيكي انت تغمقي بالكونتورينج، يعني تنحتي خدودك، تبرزي خدودك، تبرزي يعني ترفع تنحفي منخارك، تشقلي عيونك، هذا كله فينا نعمله بالكونتورينج، يعني ما في داعي انت تغمقي وشك ورقبتك تضل بيضاء، تمام؟ وحتى كمان ما فينا نمد كمان الفوند كله على الرقبه لانه كثير بالصيف بيوسخ وبحل. طيب قبل ما نختم رولا، اليوم يعني حكينا عن كثير تفاصيل بتهم كل الصبايا والسيدات، خليني هيك بس نسترجع اليوم اذا صبيه عم بتشوفنا وهي بتحب تعمل ميك اب قبل البيت، في كثير ناس مثلا صاروا يشوفوا هلا طريقه اللاينر انه جيبي لزقه مثلا، هي عم يتبعوها هلا على الانترنت انه جيبي لزقه حطيها هون وهون تطلع النتيجه نفس الشيء، بعض الخطوات اللي انت ممكن تنصحي انه الصبيه تستخدمها بالبيت. هلا عن جد الخطوه الاهم انه انت تحطي لاينر من اخر العين وانت مفتحه عينك، يعني حتى تقدري تحددي الخط، لا حتى تقدري تحط وما يطلع نازل. يعني انت مع رسمة مع العظمه يلي هون بدك ترفعي اللاينر بعدين بتعبي بقلب رموشك، يعني انا ما بحب كثير اللاينر اللي واضح من فوق، تمام؟ هذا بيعطي تدويره للعين، لا انت اسحبي عينك من الاخر وانت مفتحه عينك وبعدين عبي بين الرموش وحطي مسكرة، هذا الشيء لحاله بكفي. وهي اللزقات والقصص اللي عم نشوفها على النت مو دائما على فكره بتزبط، بتعطي نتيجه والملعقه ومدري شو نصائح اخرى كمان غير اللاينر. هلا انا بنصحك عن جد ما تنامي بمكياج، يعني عن جد بنصح كل الصبايا يغسلوا وشهم منيح كثير قبل النوم، يرطبوا، لانه هو يعني البشره بتشتغل من 11 للأربعة، يعني بتنظف، عرفتي، هي بتفيقي انت وشك مرتاح، وهي بس اهم شيء الترطيب قبل النوم، يعني في كريمات ليلية، في مرطبات، هاي كلها لازم تحطيها قبل النوم على بشرة نظيفة طبعا. أكيد بالختام بدنا نشكرك الميك اب رولا نصيف على وجودك معنا، بتمنى نكون عطينا معلومة مفيدة لكل الصبايا والسيدات اللي عم يشوفونا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم رولا، يمكن المرة الجاية نجيب شيء نطبق إن شاء الله، نتفرج على شيء على أرض الواقع، نعمل جزء من الميك اب حتى نعطي نصائح كمان لمشاهدينا. شكرا كثير، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا. Thank you.